احنا هالرجله. هسه راح نروح احنا وياكم الى ممارسه عادات وتقاليد اخرى اللي هي في قضاء ابو غريب، مناسبه عرس بها فرقه موسيقيه للتراث الفلكلوري التشوبي. راح نروح احنا وياكم، لكن ابدل البس البدله حلوه ونروح وين؟ القضاء ابو غريب. خليكم ويانا. السلام عليكم. شلونك حمودي؟ اخبارك؟ اهلا وسهلا. شلونك؟ زين الحمد لله. اسفين على التاخير. لا على راسي. وصلنا الى قضاء ابو غريب مشاهدينا. هذه المنطقه بالتحديد شنو اسمها؟ الشيحه. نعم الشيحه. احمد طبعا احد اعضاء الفرقه اللي هي لرقصه شوب الغربي، صح؟ نعم صحيح. وين راح تاخذنا احمد؟ ان شاء الله راح اخذكم الموقع حفله. مكان الحفله. زين الفرقه امتنتني هسه حمودي؟ ان شاء الله. يلا خلينا اصعد وياك بالسياره. ان شاء الله. يلا وافقنا حمودي. يلا احمد، يمكن شويه تاخرنا، صح؟ اي نعم صحيح. طريق بعيد وهيك شيء، فما ضايقنا الناس اللي مو في العرس. زين اليوم العرس باحه كانت الحنه. اي نعم. اليوم يسوون الحفله، دائما تصير الحفلات بالحنه مو بالعرس. ايش عدد راح اسوي بالعرس هالمره؟ عادي يعني، هو كل من وطبعه. ف بالعادات والتقاليد بالاعراس تكون الحنه يعني من يجيبون فرقه موسيقيه تجي بالحنه. نعم. والعرس يصير بس العشاء الاقارب. نعم. وراها زفه يا اما يروح الفندق يا اما ببيته. صح. يمكن اليوم فد شيء مختلف. هاي المنطقه اسمها التمايمه، صح؟ نعم صح. اللي هي في قضاء ابو غريب. الحنه كانت البارحه. نعم. الاحتفاليه مسويها اليوم ويا العشاء. هسه هم حاليا يستعدون حتى يصبون العشاء. صح. انا خلينا نستغل الفرصه ونروح نتعرف على الفرقه الموسيقيه اللي وياك. اي نعم. تعرفنا على الالات الموسيقيه اللي موجوده بفرقتك. صح. الموسيقيين ايضا. نعم. العازفين كم مطرب راح يغني بهذه هو الفرقه؟ بس فقط مطرب واحد نتمشي عليها. فدون الشيحه. يلا تعالوا نتمشي عليها. السلام عليكم. مرحبا. شلونك حبيبي؟ حبيبي الف هلا. شو اخبارك؟ شلون امورك؟ شلون صحتك؟ فدون الشيحه. خلدون الشيحه. خلدون شايفه باليوتيوب وانا طبعا. على راسي حبيبي. دائما اشوفك بالغربيه المنطقه الغربيه. اي لا تروح؟ والله نروح وين ما كان نروح. بس اكثر شيء بالغرب. اي الغربيه لا بغداد هاي. زين قائد الفرقه منو هسه؟ اني. انت خلدون الشيحه وانت حمودي؟ اني عتشوب ان شاء الله. انت عتشوب شو يسموك انت؟ روساني. روساني شنو يعني روساني؟ هو اللي روساني تشوبي. احنا عندنا بالمحافظات الغربيه. زين. اي وبغداد عندنا روساني. طيب. اي روساني هو اللي يقود التشوبي كله. هو اللي يكون اول واحد. نعم. انا مرات العب تشوبي بس اكون روساني بس ممكن. نعم. اجيثن. كم لعبه هي تشوبيه؟ كم لعبه؟ والله هي قلت لك احنا لعبنا واحد، لعبه الغربيه. هو واحد. غربية واحد. نعم بس مختلف الدقات. مثلا تقدر تعطيني عندنا الوحده والاثنين والثلاثه والوحده واثنين وسبعه والسبعه والواحد وعشرين. طيب هنا المطرب يعني خلدون تكون متفق انت ويا الروساني؟ شلون اي؟ لا انا كمطرب الطبلتشيه هو ياشر للطبلتشيه. الولد موجودين الطبلتشيه. خلي يجون من الفرقه، خلي يجون حدا نتعرف عليهم بين مجال. وليد قومون يمنا. صحنا يا هم صحنا هم اكثر شيء اكثر اله موسيقيه تستخدموها بالشوب. الطبل والمطبق. الطبل. نعم. والمطبق والاور. انتم تقولها اور. نعم هاي الاضافه معي. شو رايك اخوي حبيبي الغالي؟ كل الهلا بك يا مرحبا. كل الهلا بك. نعم الاخ شنو؟ عازف الطبل. وليد العيساوي عازف الطبل. وليد العيساوي. نعم. عازف الطبل. نعم. حضرتك عازف الطبل ياسر العيساوي ايضا عازف. دول اثنين بالفرقه يجون. عازف المطبق. الله الله يسعدك. الغالي شلون الصحه؟ كل الهلا حبيبي الغالي. اسم حضرتك العفو؟ حميد خليل. حميد الشيحاوي. حميد الشيحاوي. المطبق صح؟ المطبق. المطبق هو اله موسيقيه رئيسيه واساسيه. هي اصل تشوبي. هي اصل تشوبي. المطبق. هي تختلف بين الجنوب والغرب لو خليني اسالك انت تختلف. هي اكو اختلاف. اي شنو الاختلاف؟ اختلاف احنا عندنا النايل الغربيه، النايل الحويجه. هم عندهم شنو؟ عندهم الاختلاف يعني اختلاف بالدقه بالتشوبي بالمشي. يعني ايش صار لك انت عازف؟ تقريبا ست سنين. ست سنين. ايه سهل واحد يتعلم لها؟ لا والله صعب شوي. صعب. زين انت اخذتها عن وراثه لو شنو؟ لا ما وراثه. زين على شنو تعتمد المطبق؟ على شنو تستند بالاغاني مثلا؟ تسمع ميوزك او لا ما هي شلون تقول تراثيه؟ الحق المطبق. اها اقول له مثل شرجيه غربيه. حلو. شيحاويه. زين. اي هو شيحاويه؟ اي هم عندنا الشيحاوي هم خلدون الشيحاوي. هاي راح تصير بيتي قرايبك واسمك. لا هي عندنا. لا هي الشيحاوي عندنا. لا عندنا هواي. الميامار عندنا. اليوم ويا يابا العرنه عندنا. زين هسه اليوم هذه الحفله احمد وخلدون شاركوني بالجواب.
كم ساعة حفلتكم راح تصير؟ والله حسب هالحفلة. شلون؟ ال 11 ل 12. زين. ال 11 ل 12. ايه. حسب الحفلة. ايه. زين كم طور يعني تسوون تجيدون بيها بهذا؟ بس الغربي اللي هم تضيفوا له الجنوبي؟ لا لا بس الغربي مالتنا. ايش عدد ما يطلبوكم الجنوبي؟ والله نوبتي مثل يجون روسانية. زين. الجنوب يعني يريدون عندهم هاي العقيلية. انت تجيد لهم. ايه العقيلية. روساني انت تجيد. بس الغنى نفسه. الغنى نفسه. الغنى نفسه. ايه نفسه بس طبل شيء شوي يختلف عندهم شوبتهم تختلف عن شوبتنا الغربية. طبل شيء تختلف يعني. نعم نعم نعم. شو تختلف؟ اختلاف بالله بالدق يعني بالعزف. بس بالدق. ايه وباللعب، اللعب اكو ثقيل اكو شوية سريع. ايش قد صار لك انت بالطبل يعني؟ والله صار لي تقريبا بال 15 سنة. ما شاء الله. اي والله. قبل احكي لي قبل شلون كانت يعني الفرقة الموسيقية؟ قبل كان بها اكو اورج لو بس المطبق؟ لا بس مطبق. مطبق قبل بس مطبق من الاحلى قبل له هسه؟ لا والله قبل احلى. ليش مو سؤال حديث المطبق المطبق على قبل احلى. آه. المطبق زين. اكو بعدهم ناس قدامه مثلا كبار بالعمر؟ نعم نعم نعم. شبابنا هالوقت صار لك 15 سنه مثلا. نعم. احمد قول عن زميلك. نعم. صديقك. نعم. يعني خلينا نقول انه استمر بهذه الموهبه او هذه اللعب اللي التراثي الفلكلور التراثي مثلا استمر. نعم حلو حلو شباب احمد حلوه يعني. يعني يعني مستمر على طور القديم يعني. على طور القديم يمشي على المطبق. أحمد. اذا ما يشوب اذا مو مطبق. تتعب انت هنا صح؟ لا لا ان شاء الله. روساني انا من 2010. من 2010 روزاني. هم خذت عن وراثه لو انت حبيت. لا لا هاي هوايتي. ايضا مواهب هو مو موهب من رب العالمين. نعم. كاريزما للانسان. نعم. يقدر واحد يتعلم. اي عادي. لعبه شوب. اي واحد. اي اي واحد. اي واحد. حتى ما اعرف شويه العب. خلونا اشارككم لو لا. اكيد شرف لي تشاركني على راسي. انا طبعا جايب لك دشداشه وجايب لك سرام مجهز لك كل شيء. شوف سبحان الله رحت سامر. لا انا شايفك. اي نعم. وين شفتني؟ انا شايفك مال سلمان باك. مال مدام. مال مدام. مال سلمان باك. ايضا جابوا لي دشداشه، سام مره جابوا لي دشداشه وغتره وعقاب وبالمدان جابوا لي دشداشه، وهسه احمد محضر دشداشه بس دشداشه؟ لا دشداشه وسروال الله يعني. دشداشه وسروال، يلا حندبر نشحاطه منا منا. زين، ايش وقت تبدا الحفله؟ ايش وقت تبلش؟ والله ان شاء الله ورا فتره العشاء. اليوم انا اريد اشوف الناس من خلالكم من خلال هذه منطقه التمايمه بمناسبة العريس. شنو اسمه مروان صح؟ العريس. اي مروان. حياتنا له العقيد علي اللي هو كان موجود ويانا ايضا اللي رافقنا. نعم. ووصلنا الى هذه المنطقة هسه تقريبا بيه الساعة. انا ما شايف ساعة. 6:30 الى 5. 6:30 الى 5 بيه الساعة تبلش الحفلة؟ والله ان شاء الله بس يكملون فترة العشاء. اوكي راح يصبون العشاء احنا ننتظر. نعم. حلما يصبون العشاء ورا العشاء تبدا الحفلة تبلش راح يلعبون طور مو؟ نعم. راح تلعبون بالثاني العب وياكم اشوفكم اقدر لو ما اقدر تومر. بس مو تغلبوني علموني. لا لا راح اقوي علاقتي فيك ان شاء الله. ان شاء الله على راسي اكون وياك حبيبي حبيبي وهم تساعدني شوي ان شاء الله. ان شاء الله او انا اساعدك شوي ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله بسيطه المطبق ما وصل لك. لا 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 ابشر ابشر ان شاء الله ما وصل لك. يا من طبل شيء. لا انا اقدر شوي. لا 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 هنا روحك هنا. انا اقدر لو ما اقدر. لا تقدر. ان شاء الله ما تخاف تشرد العالم منها. لا لا عمي لا لا ان شاء الله. حلو. لا على راسي. المشاهدين راح نرافقهم بهذه الساعه التلفزيونيه اني والشباب وما شاء الله الحضور اللي موجودين كلهم هنا. راح نشوف خلدون الشيحة وحمود والشباب اللي هم منضمين الفرقه بالاورج. ما حكينا وياهم وين ابو الاورج؟ دبل اورج شويه. خلدون خلي يشوفون الاورج شويه. وين ابو الاورج؟ ابو الاورج منهزم ما جهز ابو الاورج او اجى. يلا جاء. طبعا الاجواء كلش حلوه. هذه المنطقه اللي قلت لكم عليها منطقه اسمها التمايمه في منطقه ابو غريب. يعني في قضاء ابو غريب اللي هي صايره يعني تابعه للعاصمه بغداد قريبه على محافظه الامارات. شلونك حبيبي؟ حبيبي الغالي قلبي الله يسلمك. سلام. انت بس ويا هالفرقه بتشوب ولا تقدر يعني تطلع تعزف؟ لا عادي اطلع بس ثابت ويا الولد. ثابت ويا الولد ايضا انت متعود لهم يعني. ايه اكو اشارات صح؟ اي شلون ايه خلدون تلمك الموضوع. ايه طبعا انا بس اشر له وي بالعين تلعب بالعين. ايه ايه اوكي راح ننتظرهم يصبون العشاء بهذه العادات والتقاليد. لازم يصبون العشاء وتتعشى الناس وبدا يصب العشاء. حمد خذهم وراك يصبون العشاء. راح ننتظر لحد ما يصبون العشاء تتعشى الوادم. اوكي وراها نشوف انا وحمود وخلدون. يلا خذ راحتك. نتشرف بحضور كادر برنامج رحال الذي يعرض على قناة السومرية من تقديم الإعلامي على بتي. وهلا والله حيا الله قناة الأنبار. وهلا والله قناة السومرية. وهلا والله
حيا الله قناة السومرية وكل هلا فيهم. بعد عني العباس وقاعد وين وحبابك بعد عني العباس وقاعد وين وحبابك تجعل نصيب فلانة والحنة وحني بابك تجعل نصيب فلانة والحنة وحني بابك عيهم عيهم يا الحمزة جنك جنك هو يمي القبة ولا حنك يا الحمزة جنك جنك هو يمي القبة ولا حنك حيهم العب هوز احلى تحيه الروسان بغداد احمد العويس وهلا والله ومن حبه مش حصلناه وغير لغاها والونه ومن حبه مش حصلناه وغير لغاها والونه وصفت عشرته وياهم هو عشرة عجوز وجنة وصفت عشرته وياهم هو عشرة عجوز وجنة حيهم هو العب 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 يا الحلوة فوق الفامي جوز الذهب خافيته وانت العذبت الصبيان ولجل الغاوة مخليته وانت العذبت الصبيان ولجل الغاوة مخليته اللعب اللي صار واحلى شيء عجبنا اني لعب ذول الزغال الاثنين واكيد احمد وخلدون على راسي عاشت ايديكم ويدك حبيبي خلدون عاشت ايدك على راسي حمود عاشت ايدك على راسي استاذ ويدك فدوى قلبك والله تمر بيهم اي نعم ذول ولدي كريم ها ولدك اي نعم كرم شلونك ترى على الكاميرا هيك تعليم 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 وين المهندس الثاني شلونك كرمي؟ زين الحمد لله. انت بابا ابوك علمك لو انت تحبيت اللعب لو شنو؟ لا هو علمني. ابوك علمك؟ ايش قصالك من درست على هذا؟ كريم من 2000 و
و15 تقريبا علمته. اي نعم. زين، وهذا شو اسمه؟ مهند. زين، كم سنه صار يلعب؟ هذا من 2017 تقريبا. بس ما شاء الله. زين، شنو الهدف اللي خليت يتعلم هذه اللعبه حتى الفلكلور يعني؟ اي نعم، هو اي على مستمر. اي نعم اكيد. حلو، هو هذا تراث يعني. حلو. تراث العراق على راسه. راح تسمعنا شنو سمعنا يا طور؟ سمعنا هسه سمعتكم العتابه والنايل والشرجيه. زين. اي واحمد انت وياه؟ اي نعم اكيد وياه. هل راح يسمعونا بالثاني؟ هسه راح نسمعكم الزعلان. بس اريد شيء اقدر انا اشارككم. اريد استاذ علاء يبدل، لان جايب له دزداشه قلتلكم. احنا بالدزداشه راح نبدل. فلازم تنزل وياي الشرف. راح البس دزداشه، بس اريد من عندكم اني، اريد من عندكم سوون فتشي اقدر انه اني. ماشي، انا راح انسق لك ويا ابو الطبل، لان هو تنسيقنا احنا كله. راح اعيش الاجواء وياهم اني بهذه الفرقه. يعني نقدر نسميه فلكلور شعبي. اي فلكلور قديم صار يعني هذه اللعبه يعني يعد من تراث العراق يعني. وعاش بيديكم انتم يا شباب انه انتم متمسكين بهذا التراث، وحتى ذول الشباب الصغار نقدر نسميهم شباب، مو صبيان، لا نسميهم شباب ان شاء الله يكبرون ويستمرون. اوكي انتم يلا بلشوا، انا راح اروح ابدل بس الدجاجه السوداء، لان نفسهم دجاجه سوداء غير زي. اي نعم، دجاجه سوداء نفس الزي. وسروال ابيض. اي اكيد دجاجه سوداء وسروال ابيض. يا رب يكون اقدر مثل ما قدرت في المدام. حياك الله، شرف راحتكم. على بتي ابو قناه السومريه واحمد العواسي وهلا والله حيهم. حاوي عايل إلى الركب بعاني شفت جدايل هجمت القالش حاوي عايل إلى الركب بعاني شفت جدايل حيهم هذا اللعبة شوب اللي لعبناه باي تشفية انا حمودة حبيبي واكيد خلدون هو قائد الفرقة حبيبي. زين جت اللعبة؟ لا جت اللعبة حلوة. اكيد اكيد. بس ايش راح نشوف احمد وخلدون؟ ايش راح تسمعونا؟ والله اللي يعجبكم انتم. انتم اللي يعجبكم. عندنا الميامار، عندنا يمه ويا يابا. احمد انت عندك شيء تضيفه؟ لا انا ما عندي شيء اضيفه، انا نهايه لعبت كملت استكفيت بوجودك. اكيد. اوكي. اي احنا راح نبقى وياهم نرافقهم بهذه الدبكه الاخيره. اوكي. وراح اشاركك بالطبل طبال شوي بكت الله يعطيني صار شوي نساعدك عشتك. يلا بلشوا حبيبي على راسك. هذه الاحتفالية اللي شفناها وهذه الطقوس اللي مارسناها ويا الشباب اللي موجودين في هذه المنطقة قضاء بغريب اللي تابع للعاصمة بغداد بمناسبة زفاف أخونا مروان التميمي، واليوم الحاج أيضا والدي قاعد يمنا أبو مروان التميمي. نهنيكم أول مرة هني العريس. الله يسلمك. الله يبارك فيك. رحم الله والديك. ممنون. رحم الله والديك. يا رب الولد الصالح حياة السعيدة. الله يسلمك. راح تبالي همشي إن شاء الله. رحم الله والديك. أبو مروان أنت يمكن رجعت وليد هسنت. والله الفرحة مثلي من حضوركم، يعني زاد الفرحة علي، شرفنا بحضوركم. حفظك يحفظك ويسلمك يا أبو مروان. الله يسلمك. أولا تحكي لي على هذه العادات والتقاليد اللي أنتم متمسكين بها، هذه الطقوس مثلا، هذه الفرقة الموسيقية اللي هي متمسكة بالتراث أو الفلكلور الشعب العراقي من زمان، أنتم متمسكين بالأفراح وبمناسبات هيك تكون؟ احنا هاي عادات اهلنا ابائنا واجدادنا بكل مناسبه فرح عرس او طهور يصير عندهم يسوون دبكات الشوبي المعروفه عندنا، دبكه عربيه اصيله تعتبر، يعني هي اللي بدأوا بها سووها العرب، تعتبر عربيه اصيله بحته ما داخله مو دخيله علينا. زين ايه. زين تحدي يعني تمارسها هذه هوايه لعبها؟ انا لعبتها. كنت تلعب شبابي؟ كنت تلعب شبابي بس هسه الكبر جاي. لا بعدك شباب حجي. الله يسلمك الله يحفظك. ليك مجال تتزوج مو؟ والله يمكن صعبه شوي. الحكومه قويه. مروان حبيبي. حبيبي. انت اليوم شاب بعدك يعني
بدايه شبابك ما شاء الله عليك وتزوجت، متمسك بهذا التراث بهذا العادات والتقاليد اللي هي يعني ابائنا واجدادنا واباكم واجدادكم اللي متمسكين بها بالمناسبات، هذا الدافع اللي خلاك انه انت تجيب هذه الفرقه وهذه الاجواء اللي سويتها بمنطقتكم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اشكركم واشكر جميع المهنئين اللي حضروا زواج اليوم ان شاء الله. طبعا هاي تشوبي دبكه يعني قديمه تراث اجدادنا، وانا من وعيت يعني هاي الدبكه كانت موجوده فتره 2014 والسقوط ومال يعني لغت لغت هاي الاعتبار شويه يعني كانت الاوضاع وتقريبا صارت خط منطقه الصد، هي هاي المنطقه لغت تقريبا فتره 3 سنين الحمد لله بعد التحرير يعني رجعت المنطقه ورجعت هاي الدبكه بكل حفلات المناسبات مثل ما ذكر الوالد. هذه الافراح والمناسبات اللي مثل ما ذكرها مروان سابقا كانت شويه الاوضاع ما ساعد، انه الناس احتمال بها نازحين، الناس ما تقدر كونها يعني مشاكل صارت مرت عليه ب 2014، الحمد لله بجهود الخيرين والابطال بالجيش العراقي قدرنا نبعد عناصر تكفير داعش، وهذه المناسبات موجوده بالمناطق اللي تكون غربيه. احنا اليوم في قضاء ابو غريب، هي تابعه للعاصمه بغداد لكن هي قريبه جدا من محافظه الانبار، لهذا هذه الاجواء وهذه الحياه مستمره في بغداد وباقي المحافظات العراقيه. الناس اللي متمسكه بالفلكلور الشعبي بالتراث هي بعدها ما زالت متمسكه بها. الحفله مستمره يمكن الساعه 9:30، لوين تبقى الحفله يا مروان؟ والله ان شاء الله 10 ل 10:30 يعني. الاوضاع ما بيها شيء؟ لا الاوضاع الحمد لله هذه مستقره ماكو شيء. زين يمكن اول قناه تدخل لي مناسبه؟ بالضبط طبعا قناه سومري، انا اول مره يعني الاحظ بهاي المناطق خصوصا يعني انه قناه تحضر حفل زفاف ومشكورين. يعني فكره من برنامج رحال انه يكون متواجد بكل مكان لهذا يمارس الطقوس والعادات والتقاليد، ونشوف كل التفاصيل اللي تهم بها الناس اذا كانوا في بغداد واذا كانوا في باقي المحافظات. احنا يمكن راح نقدر نبقى نحن العريس شويه يساعدونا الفرقه حتى نحنيه، يمكن العريس البارحه كانت الحنه مالته لكن اليوم احنا اصرينا انه يجيب الصينيه والحنه، وراح نشوفكم شلون نحنيه وبالصفقه وبالهلاهل وايضا مشاركه والده. انت راح تحني له منو؟ الحمد لله وشكرا ان شاء الله. شو تتمنى هذا ابو مروان؟ شو تتمنى؟ والله اتمنى الله يحفظه ويكون اشوف ولد ولده وافرح به، والحمد لله والشكر، وان شاء الله يكون يخدم الوطن وبيض وجهه بكل مكان ان شاء الله. حني انا وابو مروان والشباب. هاي اصغر متابعه لبرنامج رحال، والدها جابها لي هسه هنا، قال لي كلش تحبك، تعرفين عمو؟ ها؟ بوس شو اسمك؟ هديه. ها؟ هديه. شوفين رحال؟ شوفين البرنامج؟ ها؟ وين تشوفين؟ في دول الله. الله يحفظ حبيبتي. عمو تعبناك احنا حبيبي. لا على راسي، شرفتونا. كل الهلا بيكم. اشكرك. لا على راسي والله. يعني شفنا التراث وشفنا هاي الدبكات الحلوه لكن ما نقدر شوي ازدحام. بوجودكم ان شاء الله بوجود طيبين على راس استاذ. حجينا شكرا جزيلا مره ثانيه. شكرا جزيلا. شكر موصول لكل من شاهدنا وتابعنا، انتظرونا بحلقه قادمه من برنامج رحال بمكان وزمان ومحافظه وقضاء ومنطقه وممارسه طقوس ومغامرات. من برنامج رحال مع الف سلامه.